خلص الهرج والمرج ومضي الوزير ميشيل نجار المرسوم تعديل الحدود البحرية مع إسرائيل، وهلا بكرة بس يجي تصف الباخرة بتسحب الغاز، نحن دغري بنسحب المرسوم عليها ونجيب لها عدنان عضوم يا إما غدا عون وبتمنع على الباخرة إنه تسحب الغازات. هلا شباب التيار الوطني الحر يعني هبت عندهم الوطنية وشافوا على الموضوع إنه في صفة العجلة، إنه لازم على السريع نمضي المرسوم قبل ما تيجي الباخرة تسحب الغازات، وإذا ما مضي مش النجار بدنا نحكم عليه بالخيانة العظمى. ثلاث أيام صاركم ثلاث ايام تضرتوا وتعوقوا على ميشيل نجار. هو بيناتنا ميشيل نجار يعني عليه علامات استفهام عمالي. منو هيهم الصورة؟ لا لا هذا غير ميشيل. طب خلينا هالضحكة. سلم علينا شوف. ابراهيم سطور. ما علينا هيدي ايام الحرب يعني وقتها كان الجنرال محاصرينه الاشتراكية ايام اسرائيل يجيبوه. هلا المرسوم مضي وزير الاشغال ومضي توزيان عكر وزيرة الدفاع. ومدير رئيس مجلس الوزراء على علمي هلا بالوقت عم يمضي، ولحول يوم رح يطلع عند فخامة الرئيس نشوف اذا بده يمضي. لانه الوزير جبران باسيل بجلسه سابقه لمجلس الوزراء ب 21 تموز 21/7 وطلب مستشار رئيس الجمهوريه انطوان حداد وهو قال هذا الكلام انه يتم اقتراح المرسوم على مجلس الوزراء، تم سحبه من قبل مدير الرئاسه انطوان شقير بناء على طلب من الوزير باسيل. تم سحبه بناء على طلب الوزير باسيل، يعني قبل بمره المرسوم ذاته كان على طاوله مجلس الوزراء وسحبه الوزير باسيل، هلا المرسوم صار عندك فخامه الرئيس وانت نحن مسلمينك امرنا يا خيي، انت بتعرف مصلحتنا، نحن اللبنانيه عندنا ثقه كامله فيك، اذا انت بتشوف انه لازم المرسوم يمضى امضي، اذا بتلاقي انه ما لازم يمضى ما تمضي.